الحاجه اللي ما خصناش نبقاو غافلين عليها وغير غادي كنقراو صافي، هو انه حنا عندنا مشكل في الموازاه ما بين تكوين داكشي اللي كنقراه والعمل، شنو كاين في السوق باش غادي نخدم. فغالب الاحيان اكثر من 50% من داكشي اللي كتقرا ما غاديش تحتاجو بتاتا في العمل من بعد. من غير الا مشيتي لمجال التعليم فهنا خصك تحترم البرنامج ديالك وتقريه للاجيال القادمه. اما في مجال الصناعه تكون اوبيراتور ولا تكنيسيان ولا انجينيور ولا كونسلتان ولا ديريكتور ولا شي حاجه اخرى، فهنا كاين بزاف الحوايج اللي غادي تعرفهم من لو مارشي فقط. تكون كتسول وكتبحث مزيان الناس اللي فايتينك وخدامين، تبحث شويه في الانترنت ودير واحد المجهود اضافي اللي ما كيديروهش الاغلبيه باش تمكن في الاخير بمجرد ما تسالي تكون عارف راسك شنو كتسوى. ها شنو خديت من التكوين ديالي وداكشي اللي قراوني، ها شنو زدت من عندي وقلبت عليه في بلايص اخرين، ها شنو استثمرت في راسي اضافه على داكشي اللي عارفينه كاع الناس اللي كيقراو معايا، ها شكون انا. اي فوالا، دابا انت معلم ولا خوف عليك، البروفيل ديالك كيسمح لك ترشح بزاف ديال فرص العمل وتسيليكسيونا ودوز حتى انت المقابله الشفويه وتطنطي لا شونس ديالك في اي اوفر دومبلوا عنده علاقه مع داكشي اللي قريتي. علاش؟ حيت بنيتي راسك وجبتي ليا هاد الثلاثه. تكنيكمون بارلون اه كاين، لانغويستيكمون بارلون وي، وكومبورتمونطالمون بارلون حتى هي ما عندي ما نسالك. ايوا مبروك عليك، دابا سهلت عليك بزاف ديال الخطوات. للاشاره هاد الثلاثه اللي قلت الا قريتي في لافاك خاصك تقلب عليهم بثلاثه بهم بوحديتك. علاش؟ حيت طالب في الكليه التطبيق عنده تيكون ضعيف حيت ما كيدوش لي ستاج ولي تي بي اللي كيداروا ما كافينش بالمره، اذا تقنيا ابسون. ولا مشينا للثاني عاوتاني لانغويستيكمون، حتى هذه قليل اللي كتلقاه ضابط اللغه، يعني باش يتواصل كيلقى صعوبه ما كيعرفش يعبر حيت كتخونو اداه التواصل واللي هي اللغه الفرنسيه. وثالث حاجه لو كومبورتمون، الشخصيه حتى هي مهمه بزاف باش توقف مزيان، نبره الصوت كذلك تكون مسموعه مزيان وواضحه، ما كتخربقش لك الهضره، تكون عندك واحد الكاريزم قويه. ولا مشينا للمدارس فهادو كيسهلوا عليك المهاره الاولى، في التكنيك كتكون حاضر وكاين حيت عندك لي ستاج في كل عام داخلين في التكوين ديالك مع القرايه، وهذه هي اللي كتخليك تشوف الناس في الباك مقاتلين باغي يجيبوا النقاط ويجيبوا السيد المدرسه فلان فلانيه، ولا اللي كيجي لافاك كتلقاه تيدابس في العام الاول والعام الثاني باش يجيب واحد السوي باش يمشي للكونكور ديال اللي يكون فلان فلانيه، فعلى ودي ستاج في الاخير. في المهاره الثانيه واللي هي اللغه ما غاديش نقول لك كيسهلوا عليك، وانما في لي زيكول حيت تيكونوا عندك لي زيكسبوزي بزاف، ونظرا للمحيط اللي فيه انت يعني كتقرا غير مع الناس اللي مسيليكسيونين وجايبين لي نوت طالعين، بزز منك كتمشي تقراها الا كنتي ناقص فيها، والا غادي تحشم براسك الا كان عندك شي عرض ولا بغيتي تخدم مع شي جروب وتبغي تسول. وفي لي كومبيتونس كومبورتمونطال المهارات الشخصيه حتى هنا كاين الفرق، حيت كتلقاهم داخلين في كلوب ديال لي زانجينيور ودي زاسوسياسيون اللي حتى هما كاينين في المدرسه، دونك هنا كتعلم توقف مزيان وكتاخذ لي سبري دورغانيزاسيون حيت كتبقى تنظم معاهم الا كان شي حدث ولا شي لقاء. ولكن الا كنتي في لافاك حتى انت يمكن لك دير هذا الشيء بمجهود اضافي وبالبحث والتعارف مع الناس وتبقى تخشي راسك هنا وهنا وتكون ان مومبر اكتيف عنصر نشاط، وغادي نوريك كيفاش ان شاء الله وبالتفاصيل في الحلقه الجايه. بقى مكونيكت معايا وبرك على الجرس باش يوصلوك المستجدات وما تفوتك حتى شي حاجه ان شاء الله. See you next time.